لما الزغلول الأول يطلع من البيضة والبيضة التانية تتأخر، لازم تبص عليها، هتلاقي نقر هتقشر حوالين الحتة المنقورة دي، بتكون حوالين منقار الزغلول، بتقشر بالراحة بحرفة بحيث ان انت ما تعورش الزغلول، لان الزغلول بيكون لسه ناقص نمو، بيكون قدامه ساعات بسيطة يعني 3-4 ساعات 5 ساعات، فانت بتساعده عشان ما يتكبس، لان في زغلول بيكون ضعيف والقشرة بتكون شديدة، لكن بتقشر بالطريقة دي بحيث انك تشوف منقار الزغلول وهو بيتنفس، وبتسيبه ما بتكملش وهو بيطلع لوحده بعد كده، لان الحبل السري بيكون لسه ما نشفش، وممكن لو طلعته كله تموت الزغلول لو ما عندكش الخبرة الكافية، فانت بتساعده ان بس منقاره يشم الهواء علشان يقدر يطلع من البيضة، وبترجعه وهو بيطلع لوحده.